زينة، يعني مثل ما تابعنا بالمادة، أغلب الناس ما عندها ثقافة الشكوى، ما عندها استعداد إنها تروح تشتكي لأسباب كتير منها. يمكن السائد أكثر إنه حرام حرام نشتكي، أخطي معليش، وفي ناس إنه لا مو واجبي أنا ما أروح بنأذي أشتكي، حدا، ما لا بدنا بيأذونا نأذي ولا حدا بنأذيهم. تماما، علما إنه الشكوى هي يعني الأساس لحتى المواطن يقدر ياخذ حقه بالنهاية. رح نتعرف على رأي ضيفتنا بهذا الموضوع، وأيضا نحكي معها عن ثقافة الشكوى. بدنا نرحب بضيفتنا الدكتورة سراب عثمان، رئيسة جمعية حماية المستهلك. يسعد صباحك دكتورة، صباح النور يا هلا. شو رأيك؟ يعني نحن شعبنا كتير طيب، بخاف كتير انه الحرام والخطي وهذا الشيء ما بيصير. اول كل شيء هو عم يروح حقوقه وواجباته كمستهلك، المفروض اي غبن لاقي لازم يشتكي عليه، ما نسكت. يعني كتير بتجيكي شكاوى بيقول لك انه انا وصلت لك الشكوى بس انت روحي روحي لعندها لانه هذا جارنا وهو عنا بالحي، ما بقدر اشتكي على جارنا. طيب انت ليش دقيت تليفون لكان عم بتقلي؟ يعني انا روحي شوف فيه بس انت ما بتقدر تشتكي. المشكله انه نحن ما بنعرف واجباتنا وحقوقنا. واجباتنا المفروض اي شيء، اي غبن نلاقي، ان كانت ماده غذائيه، ان كان دواء، ان كان لباس، اي خدمه المفروض يشتكي. بعدين في ارقام، في نحن دائما عندنا مؤتمرات، عندنا بالاذاعه، بالتلفزيون، بالصحافه، ندوات بشكل دوري وشهري، دائما في ثقافه للمستهلك. يعني حتى نحن بالمناهج التعليميه نزلنا للاطفال من الصف الثالث للبكالوريا هو عن حمايه المستهلك، حتى تكون في شيء اسمه ثقافه شكوى. ضروري اي شغله الواحد لازم يتعلمها. ونحن بنجهل ثقافة الشكوى إنه بكلمة تخطي، خاصة للطفل. يعني أنت لما بتيجي تقولي له الأب ما بيتقبلها، بس الطفل بيتقبلها. طب إذا الأب ما عم يتقبلها الطفل شلون بده يتقبلها؟ فكتير غلط. أي أنا بتمنى بارتفاع الأسعار هلأ، أي غلط تشوفوا يا جماعة اشتكوا، والله حتوصل الشكوى، حتوصل الشكوى بكل سهولة. وبعدين في عنا منافسة، نحن هلأ صار يعني انت لما بدك تنزلي تشتري يا اختي خدي حاجه، بس الحاجه تبعك ما تاخدي لاربع خمس ايام، خدي بس الشيء اللي انت اللي بدك اياه. بس اما اجي اخذ 4 5 كيلو، طيب انت كثير مضطره لتاخدي ماده 4 5 كيلو، خدي حاجتك اليوميه اليوم وبكره وخلاص. هلا في ناس هيك دكتوره، وفي ناس يا دوبهم يجيبوا كفايه يومهم. هذا السبب كمان مثل ما بنعرف ارتفاع الدولار، غلاء الاسعار، الغش اللي عم يتعرض، احتكار التجار، لانه مو بس صاحب المحل، هو يمكن الشركات اللي عم توزع لهم أكيد. هي كمان عم اكيد تعمل احتكار اكيد لبعض المواد وغلاءها. خلينا شويه نتعرف على النشاطات اللي عم تقوموا فيها كجمعيه حمايه مستهلك لتعزيز ثقافه الشكوى. هلا نحن عندنا بشكل دوري كل اخر سبت من الشهر بالمركز الثقافي ابو رماني في عندنا مسؤول، والمسؤول بتكون لاي خدمه ان كانت، مره كهرباء، مره مي، مره تموين، مره هلا نحن عندنا عن رقابه الخبز بالافران. يوم السبت الساعه 5 بمركز ابو رماني كل شهر نحن عندنا هي المحاضره. بعدين عنا ورشات عمل، الورشات العمل بتكون يا عن طريق وزارة التجارة الخارجية، وزارة التجارة الداخلية، يا أما عن طريق غرفة التجارة. نحن دائما متواصلين معهم وبنعمل عندهم الندوات، وفي تشاركية مع بعضنا كثيرة. شيء ثاني، نحن ثقافة الشكوى ننزل كثير على الأسواق، مثلا ننزل مع مسؤول على السوق، ننزل مع ضابطة تموينية، مع مدير حماية المستهلك، مع مدير التموين، بننزل يعني دائما نحن موجودين بالأسواق، بنراقب الأسواق عن بعد، ما بنتدخل لأنه هذا مو دورنا. نحن دورنا توعوي، بس نحن لما بنشوف غلط فورا ضابط التموين نحن بنعطيهم مهلة إنه إذا بتريدوا لو سمحتوا إنه في عندكم غلط. أهم شغلة نحن الموجودة هلا عندنا الفاتورة. لما بتكون في فاتورة نظامية وعم تنعطى من التاجر لأي محل فصارت في مصداقية. أما إذا ما عم تعطي فاتورة وبتغليه بشكل وهمي هذا ما بيصير. هذا اسمه ثقافة مستهلك، إنك أنت عم تضيعي حقك. هلا من محل لمحل عم بتلاقي فرق أسعار، طيب ليه؟ ما التاجر عم يوزع نفس الشيء. يعني من يوم الخميس لليوم
ارتفعت الأسعار بين كان 20-30-40. يعني أنا ما عم حس في مبرر، ما في مبرر لارتفاع الأسعار. أول كل شيء نحن هلأ عنا خضرة موسمية بالشتاء، الخضرة الموسمية ما هي موجودة، يعني هي موجودة بعدها على الأرض، فينا نستفيد منها، فينا ناخدها، فينا ناكلها، فينا نعمل، وموجودة يعني بسعر معقول، مو مضطرين نحن مثلا خلص لازم في شغلات محددة ناخدها ونمشي. ثقافة الشكوى كتير مهمة، أنت تسألي وتدوري على حقوقك كمستهلك. لما أنت بتدوري على حقك كمستهلك كتير بترتاحي، ترتاحي وبتوصلي لحقك. يعني أنت لما بتلاقي بعدين صار في خيارات بالسوق، يعني عندك كذا سوق هو في خيارات أنك أنت تنقي وتشتري اللي بدك إياه. أنا يوميا موجودين أنا وأعضاء مجلس إدارة وبعض أعضاء من الهيئة العامة، نحن متواجدين بالأسواق بس مراقبة عن بعد. يعني أنا بشوف السوق الهال القديم كتير أسعاره بيفرق 50% عن أي سوق تاني. نحن مندور على الأسواق الشعبية، خلينا نشوف الأسواق الشعبية نقدر نشتري وناخد منها الشيء اللي بيلزمنا. يعني أما هلأ صارت فوضة الأسعار كتير كبيرة، ما حدا عم بيقدر يضبطها، لا جهات الحكومية عم تقدر تضبطها ولا حدا عم يقدر، لأنه لما بتفلت معك الأسعار بدها تنضب، وما بتنضب غير بتخفيض الأسعار. لازم يصير في بقى تخفيض أسعار حتى يصير في توازن بين السعر وبين المستهلك. نعم، يعني دكتورة يمكن كمان مثل ما حكيتي ثقافة المستهلك هي شيء كتير مهم. مهمة. اليوم قدي لمستوا في تغير بهذا الموضوع، علما أنه مثلا تقرير الشارع للأسف هو صادم، باعتبار أنه في كتير أشخاص الشريحة الأكبر رافضة أنها هي تمارس دورها وحقها كمواطن بأنها تشتكي. هل لمستوا أنتوا تغيير من خلال الندوات اللي قمتوا فيها؟ هل في شيء بهذا الخصوص؟ هلا نحن اجمالا يوميا في عنا شكاوى، وشكاوى لما نحن بنقدر نحلها بنساويها بشكل ودي، ولما بنلاقيها ما بنقدر نحلها فورا نحن بنقول له اتصل على 119 فورا بتكون الضابطه عندك. بس المشكله انه المستهلك بخاف، بخاف انه يشتكي وبعدين يحال قضائيا هو وصاحب المحل، لانه لما بدها تكون فعلا شكوى مضبوطه بدها تتسجل بشكل رسمي، وهي هو اللي عم يخاف منه، بيترك لك انه التموين هو لحاله هو اللي لازم يتصرف. لا، مو التموين لازم يتصرف، التموين اذا في عندك شكوى بيجي لعندك، التموين لما بيلاقي في مخالفه بالسوق بيعمل في عقوبه، في سجن، في اغلاق محل، في امور ماديه. بس اما انا ما اشتكي، حقي هذا واجبي انا كمستهلك، من حقي اشتكي. هلا في ادوات، هلا نحن يعني بالشتاء في ادوات كهربائيه كثير ما هي معروفه لا مواصفاتها ولا مصدرها ولا من وين صناعتها. نعم. انا بيجي باخذها من دون لا في ضمان. نعم. ما في ضمان، ما في كفاله، ما في اي شيء. يعني بتاخذيها من هون بعد ثاني يوم اذا خربت عندك بيقول لك ما عندي قطعه للتصليحها. طب انت ما انك مضطر تاخذها. صحيح. المفروض يكون في شيء بين ايديك ضمان تاخذها من محل موثوق لتقدر أنت تحافظ على حقها. نعم، يعني كثير من يمكن النقاط لازم يفهمها كل مواطن سوري بالنسبة لغلاء الأسعار وثقافة الشكوى. نتمنى كل حدا كان عم يسمعنا يبادر بالشكوى إذا تعرض لأي ظلم أو غبن. ونحن صارت الساعة 10 عنا موجز أخبارنا. نشكرك دكتورة، أكيد بالحلقات القادمة إن شاء الله بنحكي أكثر عن ثقافة الشكوى وتعزيزها لدى الشارع السوري. شكرا لوجودك معنا. شكرا لكم. شكرا لك دكتورة. صباح.